نظيف يا بنت. انت في الارض كويس؟ وانت يالا مالك بتترعش كده ليه؟ ما تسترجل ولا عشرتك الحريم نسونتك. بلاش انا ابوس ايدك احسن بيه، انا بخاف من الدم، بخاف المسك. لف يالا. حاضر حاضر احسن بيه. حاضر نزل لف معايا يالا. حاضر حاضر معايا. وانت يا بنت روحي شوف اي مسحوطه نضيف نضاف الارض. مش عايز اشوف ولا نقطه. يلا يلا يا اولاد الكلب، لما الفلوس جريت في ايديكم افتكرتوا نفسكم بني ادمين يا شويه صراصير. واللي غيظني الكلبه دي اللي انا عملت منها بني ادم، واول ما فكرت تعض بتعض فيا انا. ماشي يا توح ماشي، ده انت حياتك يا بنت كلها ما تسويش تمن رصاصه من المسدس ده. لكن وديني يا توح وديني اللي رجعك تاني لخدمه البيوت. لف لف يا ابن لف يا ابن الكلب منك لوح. لف يلا يلا بسرعة. اخلص اخلص. نقف فوق في الشقة وتثبتوا فوق، مش عايز حد يتحرك كأن مفيش حاجة حصلت. سامعين يا حسن بيه؟ اخرس اللي اقوله اتنفذ وخلاص. هنعمل ايه مع المجنون ده؟ اهرب اهرب. اروح فين؟ انا مش ههرب. نهرب نروح على بلدنا، هناك ولد دبال لازق هيعرف يوصل لنا. طب وكل اللي وصلت له ده اسيبه ازاي؟ اللي وصلت له ده ممكن يروح برصاصه. ده بيقول انه راجع تاني وهيخلص علينا واحد واحد. طب والبنات؟ كله يخفى ونقفل البيت. لا مؤاخذه بقى، كل واحد على كتف ابوه، كل واحد يصرف نفسه. طب اروح الم حاجتي؟ مفيش وقت، الراجل ده ممكن يجي في اي لحظه. يلا يلا بوس ايديكم. يلا بينا لحظه. يلا يا بس حرام عليك، ما عملتلكش حاجه ولا انا مش ناقص استعباط. هتنطع عليكم شركه ومين بيصرف لكم البضاعه ولا خلوهم يدفنوك هنا؟ يا باشا حرام عليك يا باشا، كتير اللي انت بتعمله فيا ده. انا حاسس ان الدم كله دخل في نفوخي، حاسس ان دماغي دي عماله تكبر تكبر تكبر. يعني لو قعدت تضرب فيا كمان 10 دقايق الراسي هتكبر قوي، مش هعرف اخلع الفانيلا، هتعمل مشكله كبيره. انت لسه ما فوقتش من الباب اللي انت مبلبعه وليك نفس تهزر؟ هاتوله ميه بملح واربعوها له، خليه يستفرغ ويفوق ويعرف يجاوب. يا باشا بملح ايه؟ هو لا مؤاخذه يعني انا هنقع رجلي ولا حاجه؟ عايزني افوق يا باشا؟ هات لي شويه شاي كده سكر زياده ومعاهم سيجاره حلوه، تلاقي الدماغ دي عالت قوي. وقعدت اقول لك كل الكلام اللي نفسك تعمله وتقوله وتسمعه، كل حاجه زي السكينه في الحلاوه وبقى كده يعني. اضرب 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 يا باشا. يا باشا طب حرام عليك كفايه يا باشا. يا باشا ما سمعت يا باشا، يا باشا ما خدتش غير علبه بس يا باشا، حتى تسالوا زمايلي. علبه علبه مين يا ضنطة؟ يا باشا علبه علبه التمثال ويوب كيني، هو ده بس الوحيد اللي خدته، كان شبه الجيرل فريند بتاعتي والجماعه يعني. بس الله يرحمها بقى راحت في حادثه عربيه كارو، عمال بيحاسبني كده يا رب. يعني مش عايز ضنطة؟ يا باشا انت قول يا بنت، انت عايزني اقول ايه وانا هقول؟ قول لي فين المسروقات؟ فين المسروقات؟ انت هتستعمل بروح امك؟ انت هتستعمل بروح امك؟ اضرب. اه يا باشا في انا تعبت بقى، بس عايزني اقول ايه بقى؟ يا ولد هتعيد يالا، تلاقي اما قسم ورا عظمه هلبسك قضيه مخدرات واجيب لك تأبيده فيها. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ انت عايزني اقول ايه؟ انا مش عارف اسكت ولا اتكلم، اقول ايه؟ ها ايه رايك في الزغزغه بتاعتنا؟ حلوه مش كده؟ زي الفل زي الفل يا باشا. ها ناوي تتكلم ولا نخلي فولت الزغزغه يزيد شويتين؟ لا لا يزيد ايه، ده انا قربت انور من الزغزغه يا باشا. حلوه كابوريا زي الفل والله يا حبيبي. يبقى تنطق وتسمعني قصه حياتك من يوم ما اتولدت كده زي الامور، وتقول لي كام شقه سرقتهم في مدينه نصر. والختمه الشريفه يا باشا دي اول شقه نسرقها. نشاط ذاكرته يا ابني. افتكرت يا باشا افتكرت. وريني بلاغات يا باشا اللي معاك. هما كام بلاغه يا باشا؟ 32 بلاغه. انا هخليهم 79 بلاغه عشان يقضوك السنه دي والسنه الجايه يا باشا ان شاء الله. تحت امرك يا باشا اللي انت شايفه. اتفضل يا باشا. تسلم يا كابوريا، تسلم يا اخويا زي الفل. حركي قدامي يا بنت الكلب، يا مرا يا بنت الكلب. راحت السكينه للخدامه يا مارا يا بنت. حصل والنعمه ما حصل.
اجيبها لي، اتجوز اتنين ولا حتى مليون. الله، بفلوسي يا ناس، بفلوسي هنا، بفلوسي، فاهمه ولا نقول كمان؟ انا ليه حق عليك؟ حق ايه؟ حق ايه يا ام حق؟ انت بنت، انت فاكره نفسك ان انت مراتي ولا ايه؟ لا حبيبتي فوقي، احنا متجوزين جواز نسيان، يعني جواز متعه، فاهمه ولا فهمك تاني؟ فاهمه. وايه اللي خلاكي تروحي تسالي على عنوان بيته ولا عنوان شغلي في مصر؟ ها؟ انطاي انطاي تسالي ليه؟ بتسالي ليه انطاي؟ انا فاكره ان مراتي كلها حالي. وعرفت يا اختي، وعجبك اللي عرفتيه؟ عجبك ولا اقول تاني؟ اقول لك تاني؟ اسبقى كده بقى، وطالما وصلت معاك كده يبقى ارجع النهارده ما الاقيش وشك هنا في الفيلا تاني. مفهوم؟ فاهمه؟ تعالي تعالي معايا قبل ما تجري بداية، عايزة اودعك. تعالي تعالي معايا، لازم اودعك تاني. تلاقيش يا دوحة، خلاص داخلين على البلد اهو. حسام ده عمره ما هيعرف يوصل لنا. بصي انا عارف ان مش وقته، بس انا طول الطريق قاعد بفكر، يعني اخش على اهلي اقول لهم ايه؟ قول لهم اللي تقوله لهم بقى يا عجوه، مش فارق. يعني انت فاهمه بقى، ارياف فلاحين يعني عادات، اخش عليهم بواحده كده يعني من غير اي حاجه. امال لو عرفوا ان احنا كنا بنشتغل هناك ايه؟ ادي النيله السوداء على عيني اقول لابوك. بص انا مش عايز نكذب عليكم، بس يعني عندي فكره كده. فكره من بيتك هتقول لهم؟ هي سفريه سوداء على دماغك. يا عم قول لهم اللي تقوله لهم بقى وخلاص. قولنا. طب ايه رايك انا بفكر يعني اقول لهم ان خطيبتي وانا جاي البلد يعني عشان ابقى في وسطهم ونعمل الفرح. قول اي حاجه يا عجو اللي انت عايزه. ماشي، بس ده مش هيبقى كلامه بس، هيبقى بجد. بجد يعني؟ مش فاهمه حاجه، انت بتقول ايه؟ يعني انا عايز اتجوز. انت اتجننت؟ احنا ما كناش داخلين سوا. ما تتلم يا ابني انت. بص يا توحة، انت عارفه كويس اني بحبك، ومن بعد ما سرور اتسجنت حاسس ان انا كاتب في قلبي وساكت. اظن يعني ان مفيش انسب من الوقت ده ان احنا نتجوز، بعد ما سيبنا حياتنا القديمه ورا ظهرنا وهنبدا حياه جديده. انت شايف ان ده وقت مناسب للي انت بتقوله؟ لما نروح الاول نستخبى من البلوه دي نبقى نشوف نعمل ايه. ماشي يا عمر، انا هستناكي حتى لو لاخر الفيلم.